طيب خلينا نطلع على فكرة البريكنج قبل ما نكمل. احنا لحد الان حكينا عن الريكتيفاير، وبتتذكر قلنا كل المودرن في اف درايفز الريكتيفاير فيهم ايش؟ كنترولد ولا ان كنترولد؟ معظم الهاد ان كنترولد، كانوا زمان يعمل كنترولد، هلا ما فيش، معظم غالبيتهم ان كنترولد. فعندي هاي هون 3 فيز و 3 فيز، بعدين اذا هذا فولتج سورس انفرتر، فولتج سورس انفرتر ايش بنحط هون؟ كاباستر. وبعدين راح ادخل من هون على، راح يكون عندي بي دبليو ام انفرتر، مش ستيب ويف. ستيب ويف مستعمله في التطبيقات البسيطه، بس الانفرترز السكيلر، طبعا انا بحكي لسه عن الانفرترز السكيلر انفرتر، راح تكون هاي بي دبليو ام، وهذه من هون راح تروح على، اذا كان هذا مثلا سكوريل كيج اندكشن موتور او واوند روتر اندكشن موتور بصير. هلا هون اتذكر انه بالداخل في عندي دايودز، في هذا داخله عندي اي جي بي تيز، والبارلل مع كل اي جي بي تي في عندي طيب. هذا مهم. هلا راح هون عندي عاده راح يكون هذا الفولتج اللي موجود هون راح يكون بيساوي، او البيك تبعه عند هاي النقطه بيساوي تقريبا 500 وكان 65 اللي هو 3 جذر 3 في فيز بيك على باي ولا على 2 باي كانت 6 على 2 باي اللي هي مثلا اذا كان عندي 230 راح يكون حوالين ال 65 هذا البيك الافرج راح يكون ولا هذا الافرج كان عندي هذا الافرج اوكي هذا الافرج تمام. هلا في عندي تطبيقات راح يصير فيه مشكله بريكنج، وهاي لازم افهمها واعالجها، وراح نطلع اليوم شو مشكله البريكنج اللي راح تصير. اول شيء كيف ممكن يصير عندي بريكنج؟ خلينا نطلع مثلا على امثله. لو انا عندي كونفير بيلت وانا حاطط اشياء على هذا الكونفير بيلت، الكونفير بيلت فيه زاوية مع الهوريزونتال ثيتا، خلينا افرض ثيتا مثلا بتساوي 30 درجه. هلا وانا برفع الاحمال بطلعهم ما في عندي بريكنج، راح اكون عمالي بزود طاقه بالسيستم، والطاقه بتتخزن كايش؟ كبوتنشال انرجي في هذول الاوبجكتس اللي عمالي برفعهم، بطلعهم هون وبروحهم مثلا بوديهم على مكان ثاني. لكن انا في بعض الاحيان بدي انزل، طيب ليش بدي انزل الاحمال؟ ليش ما امسكهم وارميهم رمي؟ ها؟ ليش بنزل الاحمال؟ مش معقول اذا رميتهم هذا بتكسر، مش ليش ما اطفي الكهرباء واخلي هذا يهور ينزل لتحت؟ مش بقدر اعمل هيك؟ اه هيك يمكن بعمل في المطار، بيعملوا هيك في المطار، الشنتات لما توصل الشنطه بتكون وضعها كثير سيء. طيب اذا احنا بدنا كنترول ديسنت، كنترول ديسنت يعني ما بده ينزل. هلا بتشوفوا الشباب اللي بيشتغلوا بالعماره لما بنزل مش بده ينزلوا كنترول، ما بده اياه ينزل، اذا هاي بدنا اياها تنزل على كونستنت سبيد. هلا وهي بتنزل على كونستنت سبيد ايش عم بيصير بالبوتنشال انرجي الموجوده بهدول الاوبجكتس؟ بتتحول الكينتيك انرجي، بس لا السرعه كونستنت، ما عشان هيك بدي كونستنت سبيد. وين راح تروح؟ هاي هلا راح يصير هذا الموتور يتحول لجنريتر، فهذا المحرك راح يصير عندي هون، هي اذا عندي جير بوكس وعندي هون ماتور، هذا الماتور راح يتحول، بدل الماتور راح يصير يعني اذا هذا ماشي بهذا الاتجاه داون وفي كونستنت، اذا ام راح تصير راح تتحول الى جي. بس وصل عليه سبلاي، وهو عليه سبلاي لازم يكون عليه سبلاي. فاذا كان هذا اندكشن موتور، الاندكشن موتور ما في بيرمننت ماجنتس، السينكرونس موتور في بيرمننت ماجنتس، فالسينكرونس موتور لو لفيته بيقدر يعمل جنريشن لكهرباء بدون ما يكون في سبلاي، ولذلك شركه كهرباء شو بتستخدم؟ سينكرونس جنريتر، في بيرمننت ماجنتس او هو في عنده سورس اوف ماجنتيزيشن. الاندكشن موتور تذكر الروتر ما في بيرمننت سورس، ما في بيرمننت ماجنت ولا في سورس اوف ماجنتيزيشن. اذا لو مسكت اندكشن موتور ولفيته باعلى سرعه ضليت الفه لاخر هذا ما راح يعطيني فولتج، ما راح يعطيني باور ولا راح يعطيني اي شيء ولا راح يبين اي فولتج هون. الطريقة الوحيدة انه هذا يتحول لجنريتر انه يكون في عندي هون في سورس، في سورس جاي، السورس راح يعطيني الرياكتيف باور وانا راح اصير ازوده بريل باور، فالباور اللي طالعة من هون الان هذا راح يتحول لجنريتر، وبالنسبة لشركة كهرباء راح يصير الباور فلو بهذا الاتجاه. الطاقة من وين جاي؟ من هون. خلينا نحسب الطاقة مثلا اللي جات، خلينا نقول هذا نازل بسرعة مقدارها في، والزاوية هاي ثيتا مظبوط؟ هلا الانرجي الباور شو بتساوي؟ هي ريت اوف تشينج اوف انرجي مظبوط؟ مش هي هاي واتس عباره عن جولز بير سكند مظبوط؟ اذا خليني اشوف هذا السرعه اللي عماله بينزل فيها، خلينا نفترض هذول انهم ام، الماس تبعتهم ام وعندي جي، اذا الفورس الفورس العموديه على هذول راح تكون ام ساين ثيتا ولا كوساين ثيتا؟ ساين ثيتا مش هيك؟ فراح يصير عندي ام جي
ساين ثيتا. وهلا هاي مضروبه في في، هاي رح تعطيني باور، مش هاي رح تعطيني باور، عندي ام كيلوغرام وهذه متر بير سكند سكوير، وهذه عندي هون متر بير سكند. فالمفروض هلا هذه تعطيني جولز بير سكند او وات. مضبوط. نعم لا ام في سكوير هي ايش؟ كينيتيك انرجي. هاي البوتنشال انرجي شو بتساوي؟ قديش هو مشي طلع من فوق لتحت؟ راح ينزل مسافه معينه. مضبوط. ف ام جي في اتش. مضبوط. ام جي ساين ثيتا ليش حللتها؟ لانه هذا الكومبوننت انا ما بدي احلله بحيث انه اخذ الكومبوننت اللي بهذا الاتجاه. مضبوط. هذا الكومبوننت اللي بهذا الاتجاه. مضبوط. هيك الكومبوننت اللي بهذا الاتجاه. لا ليش احنا بنقول ساين ثيتا؟ لانه عفوا الساين انا عمالي بحسب هذا اللي من هون الحركه تبعته، فهو عم بنزل بهذا الاتجاه. مضبوط. ففي بهذا الاتجاه هي في بساين ثيتا، فصارت عندي هاي هي عباره عن واتس او جولز بير سكند، فراح تعطيني الباور. فاذا الباور اللي راح اخذها من هاي بتساوي ام جي في ساين ثيتا. لكن هون في افشنسي، في ريفرس افشنسي للسيستم. مزبوط. مش كل الطاقه اللي بتيجي من هون بترجع لي بالسيستم، في الافشنسي تبعت المحرك والافشنسي، فراح يكون عندي الباور اللي بتروح للسبلاي راح تكون مضروبه في ايتا وريفرس. هلا الجير بوكس، اذا كان بعض انواع الجير بوكس وبعض انواع السيستمز الريفرس افشنسي مش نفس الفورورد افشنسي، اذا صار عندي هاي الطاقه اذا ما عملت شيء فيها وين راح تتراكم عندي الان؟ من المحرك. بترجع من المحرك على الانفرتر عبر الريزيس عبر الدايود. وين راح تتراكم؟ راح تتراكم على هذا الكاباستور. هذا الكاباستور الطاقه المخزنه فيه هاف سي في سكوير. مزبوط. اذا ما عملت شيء بعد فتره شو راح يصير بالفولتج اللي هون؟ راح يبدا يرتفع 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 يرتفع، من هون راح يخرب الكاباستور. الكاباستور هذا الريتنج تبعته يمكن تكون 1000 فولت. هلا 1000 فولت بتحمل ال 560 بسهوله وفي مارجن، بس اذا بدا الفولتج يرتفع من هون راح يخربه، رح يصير عندي مشكلة. إذا لازم ألاقي طريقة معينة أتخلص من هاي الطاقة. في عندي طريقتين، إيش هما الطريقتين؟ يا إما بتخلص من هاي الإنرجي هون في دايناميك بريكنج ريزيستر، أو بركب هون إنفرتر برجعها على السبلاي. خلينا ناخذ مثال شوية أرقام حتى نعمل سايزنج للريزيستر. ليش لازم أعمل سايزنج للريزيستر؟ إيش لازم أعمل له سايزنج؟ مش قيمة الريزيستر، إيش لازم أعمل له سايزنج؟ الباور تبعته. اذا اي ريزيستر لما بتطلع على اي ريزيستر في له باور ريتنج. مزبوط. الباور مش هذا الريزيستر بده يضيع الطاقه. شو وظيفته في الحياه؟ شو وظيفه الريزيستر في الحياه؟ بس بضيع طاقه، مش هيك؟ بس باخذ الطاقه وبضيعها بحولها لحراره، والحراره بتنتقل وبعدين بتضيع في الغرفه والهي، زي الصوره اللي شفتوها قبل شوي من هون. اذا انا هدفي لما يجي شركه الدرايفز بدي اسالهم بقول لهم بدي دايناميك بريكنج ريزيستر يونت، راح يبيعني هذا الشكل، راح يبيعني ريزيستر مع اي جي بي تي هاي التيرمينالز، وهون راح يكون في عندي موديول، وهذا كله راح يجي جاهز بحيث انه يتركب مع الانفرتر هنا. فهذول الطرفين وين راح ينشبكوا؟ اوكي. والكنترول تبعه راح يجي من الانفرتر الموجود هون، راح يكون في كنترول يونت تاخذ الانفرتر الموجود هون وتقرر قديش تعمل حسب الفولتج. يعني هذا راح ياخذ سنسنج كمان، هذا الكنترولر اللي هون راح ياخذ سنسنج من الفولتج اللي هون والفولتج اللي هون. فلما الكنترولر يحس ان الفولتج مع على الكاباستر زاد عن حد معين، راح يبدا يشتغل البي دبليو ام، والبي دبليو ام راح يشغل الترانزستور، راح يصير يضيع الطاقه هذه في الريزستور. خلينا ناخذ مثال، خليني افترض انه في بتساوي نص متر بير سكند. يعني انا بفترض انه هذا خط الكونفير بيلت نازل على سرعه نص متر بير سكند، جي راح اعتبرها انها 10 متر بير سكند سكوير، وراح اعتبر انه ام الماسز هذول. لو فرضنا عندي خط انتاج وعليه مثلا التوتال الحموله اللي عليه بتوصل 300 كيلو، وخليني افترض انه ثيتا بتساوي 30 درجه، وافترض ايتا. هلا انا في المثال اللي معطيكم اياه راح اعطيكم اياه بالنوتس، انا حاطط مثلا للسيستم هذا حاطط قديش الافشنسي بتتغير مع السرعه. بس ممكن بشكل، فمثلا هون فرضا عندي هاي فرضا مثلا تكون 70%. انت بتكلمك على اي افشنسي بتاعت الجير ولا بتاعت الموتور؟ كل هلا كل السيستم هون رح ناخذ كانه كل السيستم. يعني بتكون لانه كلامك مضبوط. هلا في عندي افشنسي لسه لهذا الكونفير بيلت، في لوسز بالكونفير بيلت، في لوسز في الجير، في لوسز في المحرك نفسه لحد ما اوصل للمنطقه هاي. لاحظوا هدول الثلاث تيرمنز وين مشبوكين؟ على الانفرتر. رح تصير الباور ترجع عندي هون وتتوزع
الكباستر. الافشنسي المفروض تزيد ولا تقل مع اليو اس بي؟ هلا هو هذا معطيني اياه هون بالسيستم، ما تهتم فيه كثير، ما يعني ما تطلعش عليه كثير، ما تهتم فيه كثير. انا بس هون ماخذ من داتا شيت لمصر، بس هون بالحاله هاي ما تهتمش فيه. خليني افترض انه اعطاني هو الافشنسي كانت مثلا 75%. اوكي، اذا الان انا بضل اعمل سايزنج لهذا الريزستور، مزبوط. اذا الباور تبعت الريزستور، الباور ريتنج تبعت الريزستور بدها تكون ام اللي هي 10 في جي اللي هي 300 في ساين 30 اللي هو نص. ايش كمان عندي؟ 0.5 اللي هي نص متر بير سكند. وبعدين الان هلا الباور هاي اللي راجع مش كلها راح ترجع عندي على الريزستور، راح يضيع جزء منها، مزبوط. وهذا بصالحي، بيساعدني، فبضرب ولا بقسم على 0.75. تمام، بتكون تكتبوا على الشغله المرات. اذا بدي تورك، التورك اللي بدي اياه بدي اقسم، بدي تورك اكبر، بس هو مش رح يضل منها الطاقه هاي، رح يضيع جزء منها. هون حراره وهون حراره وهون حراره، رح يضل منها هذا الجزء. فقديش بضل عندي هلا هون؟ احسبوا لنا، ضربوا لنا هالارقام هاي. هلا هذا هون نص 562.5 562.5. ايش الوحده؟ وات. عمرك شفت 500 وات ريزيستر؟ ضخم، حجمه ضخم، لانه قديش البروزيسترز انتم بتشتغلوا فيهم بالمختبر؟ نص وات او ربع وات، عارفينهم هذول الصغار الصغار؟ 10 وات يمكن تصير هيك حجمها، 562 وات. عشان هيك شفتوا العلبه اللي شفناها. بس طبعا هذه ايش بتفترض؟ الحسابات تبعتنا ايش بتفترض؟ 100% duty cycle، انه انا شغلت هذا وتركته. اذا هذا الاسامبشن صحيح، يعني هذا يمكن اشغله، انا ممكن اشغله لمده ساعتين ثلاثه بهذا الوضع وبعدين فول لود، هذا صحيح. إذا بشغله بطفي، بشغله بطفي، يمكن تكون حساباته مختلفة. فاهمين؟ ماشي واضح؟ تكون أقل يعني. تكون أقل، رح تكون أحسن طبعاً، بس ما هو ممكن حجم الريزستر وسعرها يكون غالي، فأنت بدك توفر شوي. نعم. دكتور، يعني المصانع أنا بحسب كمان حساب إنه راح يتفوق بالليل مثلاً، ويمكن المصانع اشتغل. هلا هو شوف، إذا إجى قال لك أنا بطفي بالليل 10 ساعات، بس بخلال النهار ما بوقف. ما بفرق. رح تفترض إنه خلص بدك تحطه كامل. ما بنفعك إلا، بس لو إجى قال لك أنا بشغله لمدة دقيقة وبطفيه. ممكن تبدا تفكر انك تعملها، بس الاحوط اذا كان السعر مش هذا الاحسن انك تحسب الحسابات هاي. حتى انت راح تروح تطلب ريزيستر، هلا قيمه الريزيستر هذا هو الشركه بتحدده، ما لك انت فيه. يعني انها نص وات او واحد وات او اثنين وات، هذا ما بيهمناش كثير، احنا بيهمنا الباور. هو بده يعرف منك الباور الابلكيشن تبعتك. عندي مصعد، مصعد بضل يطلع وينزل يطلع وينزل باستمرار، في عندي جنريشن، فتقريبا بقدر اعتبر انه شغال طول الوقت. اسكليتر، لو عندي اسكليتر، الاسكليتر ضلوا شغالين باستمرار رغم انه فيش عليهم ناس كثير. هلا لاحظوا ام تبعت مين راح تكون هون؟ الام اللي انا حطيتها ام لايش؟ بس للماسز، بس للماسز. ليش؟ لان الكونفير بيلت هذا، هذا الجزء لغى هذا الجزء، مضبوط، بالانس. فبس الاوت اوف بالانس ماسز، يعني اذا بدنا نكون دقيقين هون بدنا نحط او بي اوت اوف بالانس، بس الماسز الاوت اوف بالانس، لانه هاي اللي عم بنزل الكينيتيك انرجي تبعتها. بس هذا البيلت اللي عم بنزل ايش عم بيطلع محله؟ بيطلع محله شيء، فما في خساره للبوتنشال انرجي. وهاي البولي وهاي البولي نفس الشيء، الوحيد اللي عم بينزل بروح فيه خساره للبوتنشال انرجي هم الماسز هذول. فصار عندي هاي. هلا بدك تروح تفتش بالديتا شيت، في ديتا شيت بتكون جاهزه تطلع عليها مثلا من الصانع، بكون حاط لك 600 وات 700 وات 1000 وات، طبعا السعر راح يزيد وحجمها راح يزيد كونتينيوسلي.